على احترام ولادنا وبناتنا في البيت وقدام الآخرين. أنا من واقع خدمتي ألاحظ الآتي، إن عدم الاحترام بيبدأ من السن المبكر أوي مع الأطفال وهم صغيرين. طبعا. بمعنى، وده منتشرة بالأكتر في القرى والمناطق الشعبية، وممكن بقى أخش في قرى الصعيد هتبقى أكتر من كده. يندر إن أب ينادي على ابنه باسمه، يا ولد ويا ولد، دي تتحرف ما تعرفش ليه في اللغة، يلا يالا. هو يالا ده ولا ولد ده ملوش اسم. ولو الموضوع اتطور شوية يعني واتقال اسم، يا بنت يا مريم. طب ما هي مريم اسم بنت. صح. طب ليه قلت لها يا بنت يا مريم ما قلتيش يا مريم على طول؟ ليه بنقلل من طفلنا؟ يا جماعة أبسط البساطة، نادوا على أطفالكم بأسمائهم، ومفيش داعي التقليل بكلمة ولد وبنت. صح. في نفس الوقت كتير جدا من الأهالي يطلبوا حاجة من ولادهم، يندر إن ألاقي أم قالت لبنتها شكرا عشان نولتها حاجة من بعيد. طب يا ماما أنت مش تولدي فيها حتة إنها تتعلم تشكر؟ ما إذا شكرتيها أنت هي هتتعلم تشكر فيما بعد. اللي عايزين ولادكم يكبروا عليه ربوا عليه. صح. من فضلكم احترموا عيالكم من الصغر وخاصة أمام المجتمع. ده بس يعني بسرعة كده. لا يعني أنا بشكر نيافتك، لأنه أحيانا التفاصيل الصغيرة دي الناس بتعملها بشكل تلقائي جدا، اللي هو ما إيه يعني لما أقولها كده إيه؟ بالضبط. هو صاحبه هو كمان، ما هو أبوه بيقول له يالا، فتلاقي بينادي على زميله يلا يلا. صح صح. يلا يلا هو ملوش اسم، ما هو بابا بيقول له كده، فبدا ينادي على صاحبه كده. والفكره كمان ده الاتيتيود بتاع المجتمع. ده حقيقي. والفكره سيدنا كمان انه لما تكون البنت مخطوبه وخطيبها شايف ان دي طريقه المعامله اللي هي متعوده عليها، ده هيفتح له المجال. شرحتي بس انا حبيت اجيب الجذور يعني بالظبط. ده من الصغر، ولما بيكون في اخ بيضرب واب بيضرب دي بتبقى صعبه قوي. لا ويعودوا الولد لانه راجل يتجرأ على اخته. اه طب اذا كان الراجل يتجرأ على اخته، طب ما جوزها راجل برضه. صح. هيتجرأ على مراته. ده حقيقي صحيح.